مرحبا واهلا وسهلا فيكم للحلقه الخامسه من برنامج تجارب مع العجين. شو تعلمت هالمره؟ حنحكي عن مكون جديد يضاف للعجين عاده، مكونات بالاحرى هن الخضار النشويه. اوكي، بالتالي عندنا انواع كثير من الخضار ممكن تضاف، بالذات النشويه تضاف للعجين. جبت انا شويه عينات، يعني عندنا اول شيء البطاطا، بطاطا مثل ما معروف، بطاطا يعني خضره نشويه معروفه، الشمندر او الشوندر، البطاطا الحلوه كمان نوع من البطاطا بس لها طعم مختلف، القرع ممكن، في القرع العسل اللي معروف يعني. اوكي، هول انواع البطاطا النشويه عاده تضاف للعجين، عجين الخبز بالذات، وراح نحكي عن فوائدهم. نحن ليش منضيف هيدي الخضار او الخضار النشويه، شو فوائدها؟ اول شيء الطعم، يعني بكسبوا العجين طعم جميل وحلاوه، خصوصا اذا كان مثلا مثل البطاطا الحلوه او الشمندر، لانه فيهم سكريات اكثر من البطاطا العاديه. اوكي، طعمهم احلى يعني. كمان بيعطوا تحسين للعجين، يعني بحسنوا العجين بسبب النشويات اللي موجوده فيهم والسكريات، فبنشطوا التخمير، فبالتالي بتتخمر العجين احسن، بتتحسن كمان الرطوبه تاعيتهم، بتحسن العجين. هو النشا بالذات هو اللي بيعمل هذا الموضوع. كمان بيعطوا رطوبة زائدة للعجين، وبيخلوا اللب طري، وحتى القشرة بتصير طرية يعني مع بعد الخبز، طبعا باختلاف الأنواع الخضار، يعني في خضار بتعطي رطوبة أكثر، وفي خضار ما بتعطي هالقد رطوبة، حسب كمية نسبة الرطوبة الموجودة بالعجين أو بالخضار وتأثيرها على العجين. أوكي، بيعطوا رطوبة باللب وبيعطوا رطوبة بالقشرة، بيعطوا خبز كتير هيك خفيف ولذيذ وطيب كتير. كله لهم فوائد غذائية، الفوائد الغذائية اللي فيهم يعني مشهورة جدا، الشمندر معروف بغنية بالحديد، والبطاطا يعني فيها بوتاسيوم عالي، والقرع اللي فيه البيتا كاروتين وفيه فيتامينات والاملاح والمعادن وكل هالامور هاي اللي معروفه بالخضار النشويه، والروتس الخضار الجذريه النشويه، وفوائدها على صحه الانسان، يعني حتى لو ما كانت بينت بالطعم بالشكل، بس احيانا كثير بتبين مثل حنحكي هلا لاحقا، انه في طرق انه نخلي هيدا الخضار هاي يضل لونه موجود، خصوصا مثلا مثل الشمندر، او اذا كان في عنا البطاطا البيربل ممكن يكون لونه، نحافظ على لونه بقلب العجين طبعا الى طريقه معينه. فبالتالي كمان بيحسنوا من لون اللب وبيخلوا شكله جذاب وحلو، يعني شكلا وطعما كمان. اوكي، امتى بنضيف هذه الخضار؟ عادة تقول لأنه هيدي الخضار فيها نسبة رطوبة عالية، فما فينا نأخر الإضافة تبعيتها للعجين، وإلا رح العجين يكون جاف جدا. وإذا حطيناها يعني إذا عملنا عجينة عادية وترطيبها طبيعي وبعدين أضفنا هذه المكونات لاحقا، رح تصير العجينة كتير رخوة، إلا إذا كان عندنا طحين عالي الجلوتين وعارفين شو عم نشتغل، ونحن يعني مستعدين ان نشتغل بعجينه رطبه رطوبتها فوق 80 و85%، ساعتها ممكن نضيفها لاحقا. يعني عندنا طريقتين، ممكن نضيفها خلال العجن نحن عم نعجن، او يعني خلال خلط المكونات عفوا، نحن عم نخلط المي بالطحين والمكونات هاي، ممكن نضيف من جزء من المي هاي نضيفها مع الخضار المسلوقة، كانت مسلوقة أو مشوية منضيفها. طبعا إذا كانت مسلوقة نسبة الرطوبة فيها بتكون أعلى، إذا كانت مشوية نسبة الرطوبة المشوية بتكون نسبة الرطوبة فيها متدني أكثر، فمنحط جزء من المي تبعية الوصفة بقلب البيوريه، وبعدين عفوا بقلب الخضار، وبنهرسهم وبعدين منضيفهم للعجين،
ممكن لاحقا اذا كان يعني عجلنا وعملنا الاوتوليز او الرياحه الطحين مع العجل يعني الطحين مع المي بعدين نضيفهم بعدين بزيدوا رطوبه للعجين وخلوها العجينه رطبه ودبقه. وبس اذا كنا عارفين كيف نخمر العجينه ونشتغل فيها رح تكون عجينة مريحة للشغل، وإذا كان وعية طحين جيدة وتستحمل هذا الشيء. إذا كان لا، إذا كان عنا طحين عادي ومنا عارفين وبعدنا مبتدئين بموضوع الخضار والإضافة الإضافات للعجين بشكل عام ونحن جديد على الخبز، ممكن نضيفها من الأول على طول مع المكونات الرطبة. يعني إذا كان عنا مثلا تنقول بطاطا وسلقنا البطاطا منقشرها طبعا ومنهرسها، ومية البطاطا اللي نحن سلقناها إذا كانت مسلوقة ممكن نرجع نضيفها للعجين من السوائل. يعني المي تعيت البطاطا مع البطاطا مهرسهم بصيروا مثل البطاطا بيوري أو الهريس البطاطا، ممكن نضيفهم مع العجين بالأول. يعني جزء بتصير جزء من الرطوبة تبعت العجين يعني من المي، يعني بتصير طحين ملح وعنا البيوري أو الهريس أو المهروس. يعني طبعا اذا كان عندنا اوريدي عاملين وجبه فيها بطاطا مهروسه بس طبعا فيها اضافات مثل الملح والحليب والامور، طبعا بدنا نخفف الملح بالعجين، ممكن نستخدمه بس بنخفف الملح بالعجين. اوكي، فمش ضروري انه نسلق شيء بس كرمال الخبز. اذا كان عندنا شيء اوريدي عاملينه كطبخه كشمندر ككذا وحاطينه اي اضافه من ملح من شيء، بدنا ننتبه انه هذه الامور نخففها او هذه المكونات نخففها بالعجين النهائيه. هذا بالنسبه لوقت الاضافه، يعني يا اما نضيفها بالاول مع الطحين والمي كماده يعني رطبه او سائله، او نضيفها بعدين لاحقا بعد ما تكون طورنا الجلوتين وعجننا وخلصنا وخلال اول مد وطي او خلال مثل ما بسموه الفرد او التصفيح او اللامينيشن، ممكن نفرد العجينه نحط المكون يعني ندهنه بيكون مثل البيوري يعني مثل الهريس ندهنه بعدين بنلم العجينة على بعضها، هيك بتكون توزعت بشكل متكافئ ومتساوي على العجينة كلها وما بيأثر كثير على ساعتها على الجلوتين. بس طبعا بده يكون في نوع من الستريكس او نوع من التموجات اذا في صح القول بالعجين من بين هاي المكون وبين العجين، رح يبين اثار هيدي الاضافات لانه من عجنت عجنا اضافه اضيفت بعدين و تخللها نوع من الطبقات بين عجين وبين اضافات، فبس ما حيأثر كثير. بالعكس امراض كثير بيكون هذا الشكل جذاب، وبالعكس ممكن يكون مريح لبعض الناس اذا حابين يعجنوا بهي الطريقه، ما حابين يعني ما عندهم عجينه وعم يعجنوا على ايدهم، هي الاضافه ممكن تسبب لهم شويه ارباك. اوكي، ففينا نعمل هيك وفينا نعمل هيك، كل واحد حسب حاجته وحسب كميه الرطوبه اللي موجوده بقلب الخضار. يعني اذا كانت مثل ما قلنا حكينا اذا كانت الخضار مشوية رح يكون نسبة الرطوب فيها أقل من الخضار المسلوقة، وبالتالي رح نحتاج مي أكثر للعجينة، ممكن نضيف مي أكثر للعجينة. وإذا كانت الخضرة مسلوقة ممكن المي تعيد السلق نستخدمها، بس طبعا ما بنحطها كلها، ننتبه لأنه في أنواع طحين ما بتستحمل كل هالرطوبة، يعني خصوصا اذا كان طحين متعدد الاستعمالات ومنه مخصص له، يعني منه طحين خبز او طحين المخابز ما راح يستحمل كلها لانه الرطوبه حتصير بالعجينه سائل جدا. ممكن ساعتها نحجز شوي كميه من هالمي مية السلق اوكي تاعت الخضار ونضيفها بعدين بالتدريج اذا لقينا العجينه احتاجت ترطيب زياده نضيفها بعدين، ما بنحط كل السوائل مره واحده. هذا بس نصيحه للهي. كنت قلت لكم انه في طريقه نحافظ فيها على لون العجين من اذا كانت فيها مثلا بطاطا حلوه، اذا كان فيها شمندر، اذا كان فيها ممكن يعني عاده الالوان او البيجمنتس هذول الاصباغ اللي موجوده بقلب هاي الخضار مثل الشمندر مثل اليقطين مثل بيحتاجوا بيئه حامضيه مشان يحافظ على اللون او تثبيت اللون، يعني كمثبت لون عادة الاسكوربيك اسيد يضاف كتثبيت. اسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي، يعني ممكن ناخذ فيتامين سي 500 ملي جرام او شيء وعلى شكل الحبوب الفوارة اللي بنعرفها نطحنها ونستخدمها مع البيوري او مع هريس الخضار، هريس الشمندر او هريس ال ال القرع او
او ما الى هنالك بحافظ على لون اللي نحن شايفينه بقلب الشمندر، ما بيصير بس اللون العجيني يعني ارجواني او بيربل بعدين اخر شيء بعد الخبز بيتحول لونه اصفر، لا بيتحافظ على هاللون. اذا اضفنا شويه مثلا خل ممكن حامض او ليمون كمان بيساعد على هذا الشيء. اوكي، فهي كتب تعلمت انا، وبعد ما بحثت عرفت انه هذه النصيحه فعلا يعني خشت تطبق وكمان تعطي نتيجه كثير منيحه. اوكي، والنهاية الفيتامين سي اذا كنا نستخدمه ما بيضر يعني، بس هو له تاثير شاد شوي للعجين اضافه لانه انتي اوكسيدنت يعني مضاد للاكسده او مضاد لاكسده الالوان، فبالتالي بس كمان هو بنفس الوقت له تاثير شادد على الجلوتين، فبالتالي ممكن العجينه تشد معنا. طبعا هذا الشيء مفيد اذا كانت العجينه رطبه وفيها نسبه سوائل منيحه من البيوري او من الهريس، بشد العجينه وبخلي قوامها ماسك اكثر، فيمكن مشان هيك يستخدم كمان الفيتامين سي كتابلتس او كاقراص، بيساعد على الناحيتين على الحفاظ على اللون وكمان لاعطاء قوام للعجينه. هو بيضاف احيانا كسبلمنت او كاضافه لبعض انواع الطحين او الدقيق خصوصا العجائن اللي بتعجن وتخبز بنفس اليوم، طبعا هذا موضوع ثاني، بس انه قصدي انه هو اضافه من الاضافات اللي عاده بيحطوها للطحين لتدعيمه يعني، فما بيأثر منه شيء ضار. اوكي، نسبه الاضافه قديش بنضيف بيوري او خضار بشكل عام مهروسه بقلب العجين. تنحكي كخضار مسلوقة وجاهزة أو مشوية وجاهزة، تضاف بين 20-30%، أوكي، من وزن الطحين، من وزن الدقيق، يعني تقريبا حوالي 50%، 50-55%، من 40-55% من وزن العجين، أو من 20-30% من وزن الدقيق تبع الوصفة كلها سوا، يعني بما فيها السورد وبما فيها إذا كان في تخمير طبيعي أو بما فيها الطحين بشكل عام. أوكي، فإذا كان عنا كيلو طحين الوصفة نستخدم بين 20 أو عفوا بين 200 جرام و 300 جرام من مثلا تنقول بطاطا مسلوقة أو شمندر مسلوق أو إلى ما هنالك. طبعا كل ما كانت يعني كل ما كانت الرطوبة أعلى كل ما كان يمكن تأثير ما حيكون يعني أو إذا كان يعني نسبة الرطوبة بالخضار زائد شوي ما حنزيد كمية كبيرة منها لأنه راح تخلي العجين يفرط أو يصير كتير دبق وسائل، فبالتالي هذا الرينج هو اللي عم نحكي عنه. وكمان بالإضافة للطعم يعني ما بدنا كمان، وعادة الخضار ما بيضيفوا كتير طعم حاد لهذا، هو بس مسألة الرطوبة يعني بين 20-30%، يعني البطاطا ممكن نستخدمها 20%-25% من وزن الدقيق، الشمندر فينا نستخدمه كمان بهالنسبة، ممكن القرع نطلع فيه 30% يعني بهالحدود هاي. والقرع على فكرة كمان بيعطي لون كتير طعم وطعم طيب ولون حلو، لون هيك برتقالي حلو كتير بسبب الكاروتين الموجود بقلبه وكمان الفيتامينات الموجودة بقلبه. هذا كل شيء لحلقة اليوم، حبيت أحكي عن الخضار النشوية واستخدامها بالعجين. طبعا في عالم كامل وراء هذا الموضوع، ما يعني ما راح اتطرق له انا بالديتيلز، بس هيك عم عرج عليه بسرعه. بعرف قيمه وقتكم وبعرف قديش انتم بتحبوا تتعلموا عن العجين بوقت ما يكون كثير في اسهاب، بس يعني التفاصيل المهمه، واذا حابين تتبحروا اكثر بهيدي التفاصيل الانترنت موجود والجوجل موجود وانا موجود. وشكرا كثير لكم، ما تنسوا يعني تعملوا سبسكرايب لهي القناه، واذا عجبكم هالقناه شاركوها مع اللي بتحبوه، واهلا وسهلا فيكم. لكن نشوفكم حلقه الجاي جمعه الجاي اذا الله راد، والله معكم.